شفت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك سهران أتمنى بقربك أتهنى أتمنى إيدي تلامس إيديك لما عيوني شافت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك سهران بقربك حيرني بعدك ضايع وقلبك ضاع من ايديك وانا غنيت من عيونك غنيت قربك غنيت 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 والله غنيت أتهنى أتمنى إيدي تلامس إيديك لما عيوني شافت عينيك عينيك بالليل روحي وغارت عليك سهران بقربك حيرني بعدك ضايع وقلبك ضاع بين إيديك وأنا عيونك غنيت دربك غنيت 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 والله غنيت حبيبي.
رجعنا لكم أعزائنا المستمعين ومعنا ضيفنا اللي سمعتوا التقسيم متاعه على إيرة القانون الأستاذ رشاد تنازفتي. أهلا وسهلا رشاد، مرحبا بيك على موجات راديو سيس تونسي برنامج 100% ميوزيك. أهلا وسهلا، مرحبا، ونشكر الإذاعة اللي خلتنا الفرصة هذه باش تقدم العازفين. مرحبا بيك رشاد تنازفتي. شكون رشاد؟ السيرة الفنية متاعك. رشاد تنازفتي عازف قانون متواضع، أستاذ بالمعهد العالي، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقى بتونس ما شاء الله منذ سنة 2007، متحصل على الماجستير في الموسيقى والعلوم الموسيقية وبصدد تحضير شهادة الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. رشاد متخرج معهد العالي للموسيقى سنة 2006 ففرد بروموسيون أنا وياك هذاك. وأهلا وسهلا بك مرة أخرى رشاد. قلت لنا آلة الاختصاص نتاعك هي آلة القانون. هل قدمت عروض في حفلات كعازف منفرد على آلة القانون؟ عندك شي تسجيل؟ قدمت في عديد من المناسبات عدة عروض في تونس وخارج تونس. في تونس قدمت في قصر النجمة الزهرة عرض موسيقي، في مهرجان المدينة قدمت عروض موسيقية عازف منفرد، في كرتاج طلعت مع عازفين مع مطربين معنا أجانب ومحليين. يعني عندك شي أشرطة كعازف منفرد؟ لا ما زلت. علاش ما خممتش رشاد في المشروع هذا؟ تبارك الله، يعني عازف عندنا مشكلة جد وممتاز. المشكلة الموسيقى الآلاتية معناها ماهيش لاقي حظها في تونس. باش خرج سي دي نخبة باش تلقى، باش تلقى في راديو سيس لاحظنا البروبليم هذايا للعازفين. يعني تلقى دكتور وقدامه فنان وبرشا أشبه فنانين يعني يغنيو، العازفين مش معروفين. تو رشاد تنازفتي تقول في تونس تبارك الله عازف كبير على آلة القانون، وما يعني أشني المشكلة مناش؟ المشكلة لأنه الهامش الإبداعي معناها متاع الموسيقى الآلاتية في تونس ما اهتمتش بها بكل صراحة. المسؤولين ما اهتموش بها، يهتم لك بالمطرب أكثر. العازف تلقاه ديما في تبعية للمطرب. بالك شي ثم تقصير من العازفين؟ لا ما لاحظتش تقصير من العازفين، على خاطر بعض كثير من المحاولات صارت في العزف المنفرد وصارت في كذا ما لقيتش حظها. معناها كيما مطرب يطلع باش يغني، العازف باش يقول لك انا نعزف ورا مطرب، نحكيو بلغه مارشي وكل شيء، يساعدوا انا ياخذ كاشي من عند مطرب خير من اللي يقعد هو يحضر في سي دي ويخسر عليه وكذا ويعمل عرض ومن بعد يلقى عرض مره في مناسبه معينه في رمضان ولا في معناها مناسبه تتعدى على اعصابه. نستغل الفرصه معايا رشاد تنازفتي عازف القانون، نسمو قطعة اللي تحب. استمتعنا رشاد، برافو برافو برافو. شكرا. الفنان الأستاذ رشاد تنازفتي،
رشيد شكون صاحبت من الفنانين العرب وتوانسة يعني في حفلات خاصة أو عامة ومهرجانات؟ بالنسبة للحفلات الخاصة عديد المطربين يحضروا في الحفلات الخاصة معروف في تونس معناه أنه يحضروا معناه كما أمثال في بوشناق نجد عطية محمد جبالي وعديد الأسماء التونسية وفنانين العرب. فنانين العرب والله اشتغلت مع وائل جسار في كرتاج ومع رامي عيش في كرتاج مع رويد عطية ما شاء الله فنانين اسبانيين في فيستيفال دو جيتار في تونس في تونس في تونس في تونس في تونس في المسرح البلدي مع اخوان كرمونة طلعت انا وعازف العود سميح المحشوبي تحية لعازف العود سميح ان شاء الله باش نبرمجوه زاد معنا سميح في برنامجنا 100% ميوزيك وعملنا عمل صاحبة الاستاذ انيس القليبي وسفيان الزايدي في اسبانيا مع مجموعه البروز الاسبانيه عملنا تورني في اسبانيا ومعناها لقى برشا نجاح وعملنا حفله في تونس في البانو دي لونجي كانت ناجحه برشا زاد عمل اسباني تونسي ملوم. تبارك الله تبارك الله رشيد احكينا شويه تو على آلة القانون المدارس العازف آلة القانون العازفين شكون تو في العالم البارزين يعني بالنسبه لآلة القانون من ناحيه التاريخ معناها وفي هذيك امور معناها تكاد تكون مجهوله ما نحبش ندخل فيها على خاطر فيها برشا ريشيرش واضح ماهيش اكزاكت اي اما فيما يخص القانون معناها ثم مدارس مرت بها الاله ثم المدرسه الكلاسيكيه والمدرسه الحديثه والمدرسه العصريه ثم المدرسه الكلاسيكيه اللي ظهر فيها العقاد الكبير كان القانون يستعملوه من غير عرب كان نفس الآلة نفس الشكل نفس كل شيء يستعملوا القانون من غير العرب بالعرب هي عبارة على قطع نحاسية موجودة على معناها الجانب الأيسر من القانون هي اللي تغير النغمات كما نعرف كما كنت تحكي على مقام البياتي ولا الراست ولا الهوند ولا أي مقام كل مقام لازمك تعمله معناها تعديل للماكينات المدرسة الأولى المدرسة الأولى كانت ثم ما عندهمش الماكينات ما زالوا ما اكتشفوش الماكينات المدرسة الكلاسيكية قديمة وفما بعد جت المدرسة شبه حديثة نقولوا نحن اللي شكون روادها يعني روادها محمد عبد الصالح عبد الفتاح المنسي وكثير من الأسماء هما اللي من وقتها بدأوا يكتشفوا في العرب اكتشفوا العرب وركبوهم في القانون ولا تسهلت على العزف قبل خاطر كيما نقولوا نحن المدرسة القديمة كانت تصير وصلة مثلا المطرب كي يغني يغني وصلة كاملة وصلة في مقام البياتي مثلا ما يخرج من البياتي حتى كان يخرج يخرج يستعملوا العفق كانوا يستعملوا الأصابع كيما العفق كيما العود كيما العود يستعملوا الأصابع باش يغيروا بها النغمات اللي كان المطرب يعمل ومن بعد كي جات العرب سهلت العملية هذه ومن خلال اكتشاف العرب بدأت التقنيات العزف تتطور بدأت تظهر الموسيقى الآلاتية بدأ يظهر التقسيم بدأ القانون ياخو حظه القانون كان ديما يصاحب المطرب كامل واضح يعني ما عنده حد والمدرسة الحديثة اللي المدرسة الحديثة هي اللي عاملة الثورة بكل صراحة شكون روادها؟ روادها لتراك أول ما اكتشف اللي تكنيك هو استعمل التكنيك هذا مع في الثمانينات العازف القانون الله يرحمه خليل كارادومان وهو عازف قانون تركي خرج استيوانة فيها معناها طريقة عزف تكاد تكون غريبة على التقنية على آلة القانون القديم من وقته هو اللي يفتح المجال للتطور هذا نستغل الفرصة مدام معنا رشيد تنازفتي عازف القانون والأستاذ سمعنا حاجة أخرى على آلة القانون لازم إن شاء الله